صحي الناس بايه؟ لا كلهم اتفرجوا عليه عرض رائع جميل جدا. ايه رايك في العرض المسرحي بتاعنا؟ عرض مبهر جدا جدا جدا، بيدي طاقه حلوه قوي قوي قوي، ممتع ورائع بكل تفاصيله، الرقص الاستعراضي، المعالجه والدراماتورجي اللي عاملها كريم عرفة حلوه قوي. انا قريت الكتاب، الكتاب صعب جدا في فهمه كروايه، يعني الفاظه جديده ومصطلحات واغلبها اصلا ما بقاش يستخدم كتير في الكتابه، فهم عاملين المعالجه بتاعته بطريقه حلوه جدا. فكره ان هم استغنوا عن الكتابات الشعريه الصعبه باغاني حد زي ام كلثوم اللي غنت عن كل الحب والفرح وانواعه وحالاته، والعرض الاستعراضي اللي هم بيعملوه الرقص اللي بيعملوه حلو حسن حلو جدا جدا جدا. بنصح كل الناس تشوفه دي المره السابعه، وهيتعرض المره السبعين لازم اعمله. عجبني جدا 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 في الشهاده ما فيهاش اشكال، معاني ثانيه جدا الواحد بيتفرج عليها. اتفرجت عليه كم مره؟ لا كتير، بقالي 3 سنين بتفرج عليه. وليد اصلي يمني عايش في بريطانيا، وصراحه العرض ده حببني في مصر وحببني اني مره ثانيه ارجع وحببني فيكم، وان شاء الله هرجع عشان العرض ده صراحه اميزن. ان حزم الاندلسي واحد من اهم الكتب اللي تناولت تفاصيل افكار الحب، غير القيمه التراثيه والادبيه العظيمه اللي بيحملها هذا الكتاب، الا انه ايضا بيتمتع بقيمه إنسانية وعلمية كبيرة جدا، لأن كاتبه واحد من أهم علماء الفقه الإسلامي وأحد رواد مذهب فقهي مشهور هو المذهب الظاهري. تخيلوا عالم مهم جدا في التاريخ الإسلامي من علماء الفقه مؤلف كتاب في الحب. أفكار وحكايات هذا الكتاب لابد أن تراجع كثير جدا من الأفكار المتشددة المغلوطة المنتشرة هذه الأيام عن تحريم الحب وتحريم الاختلاط وتحريم الفن وتقزيم دور المرأة. ولأن الشواهد الشعرية في كتب التراث غالبا ما بتكون صعبة التراكيب والألفاظ على كتير من جمهورنا اللي معظمه زي ما انتم شايفين من الشباب، قررت أنا وزمايلي أننا نستبدل هذه الشواهد الشعرية بما يناسبها من أغنيات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم